السوق السعودي. تنضم إلينا حاليا من بيروت ماري سالم الزميلة والمحللة المالية في الشرق للأخبار. صباح الخير لك ماري. يعني سنركز معك في هذه الأثناء على انتقال الشركات من نمو إلى السوق الرئيسية. يعني تابعنا هذه التحركات منذ فترة حتى يوم غد نتوقع هذا الانتقال لشركة إسمنت الرياض. دعينا أكثر في صورة هذه الحركة، الفرص من وراء هذه التحركات إن كان للشركات وللسوق الرئيسية، ماذا تتوقعين من انعكاس؟ صباح الخير آلاء، ويعطيك ألف عافية. يعني فعلا مؤخرا كنا عم نشهد كثير من الشركات عم تطلب أو عم تقدم طلبات للهيئة بنقل تداولاتها من نمو للسوق الرئيسية، ونحن عادة ما بنعرف إنه في متطلبات بتفرضها الهيئة على هذه الشركات بحكم إنه الإدراج الأساسي تبعها كان بيكون متطلباته أخف من المتطلبات تبع الإدراجات بالأسواق الرئيسية. هلا اللي عم بيصير مؤخرا إنه من بعد ما يصير في عنا فترة تداول سنتين أو إدراج بسوق نمو مدة سنتين، بيصير بحق للشركة أنها تطلب أنه يتم الانتقال لتداولاتها للسوق الرئيسية. يعني بيصير في الانتقال للسوق الرئيسية، نحن نعرف أنه أحجام التداول والسيولة اللي موجودة بالسوق الرئيسي مختلفة كليا عن الأحجام التداول والسيولة الموجودة بسوق نمو. مؤخرا حتى إذا نطلع على الأداء تبع المؤشرين، واضح أنه المؤشر تبع سوق نمو على ارتفاع بنسب جدا أعلى من المؤشر التاسي. السبب بيعود لكمية الأسهم يلي هي موجودة ونوعية الشركات يلي موجودة وبنسب الارتفاع القوية اللي بنشهدها. يعني في شركات أدرجت بسوق نمو ارتفعت بتقريبا أكثر من 500% منذ إدراجها. وقت اللي بيصير في طلب نقل لهذه الشركات للسوق الرئيسي حيخلق متطلبات زايدة بالنسبة لهذه الشركات. يعني بتصير الشركة مضطرة أنها تلتزم بالمتطلبات تبع الشركات يلي هي مدرجة بالسوق الرئيسية من ناحية بيانات مالية، من ناحية سوق ماركت كاب، قيمة سوقية، ولكن مش عند الانتقال. يعني لأنه عند الانتقال نحن نعرف أنه القيمة السوقية تبع سوق نمو أقل من تبع تداول من تبع تاسي، فبالتالي النسب تختلف بس عند الطلب، ولكن من بعدها بدها تصير ملتزمة بالمتطلبات تبع السوق الرئيسية. مؤخرا الشركات اللي تم نقلها تقريبا من نمو للسوق الرئيسية تقريبا بحدود العشر شركات خلال السنوات القليلة، يعني بين 21 و 23. نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه الشركات يلي هلا عم بتقدم طلبات ما بتكتفي فقط بانها هي تقدم طلب للهيئة لحتى تنتقل من سوق نمو للسوق الرئيسي. في متطلبات اخرى، يعني في اعلان بده ينعطى للمستثمرين، في موافقة مجلس الإدارة المستثمرين، كل هيدي مفروض انه يصير في اعلان عنها وموافقة عليها، واكيد موافقة الهيئة لحتى يصير النقل، وبتم وقف التداول على السهم لفترة لا يعني تتعدى الخمس أيام في حين نقل هذه التداولات. من بعدها بنشوف كيف عم بيكون أداء هذه الأسهم. هلأ ما في وقت كفاية لحتى نفصل أداء هذه الأسهم، ولكن حناخد تفصيل لأداء الأسهم يلي تم نقلها بالفترة الماضية ونقدر نقيم كيف عم بيكون تأثيرها، لأن السيولة أكيد حتأثر على أداء هذه الأسهم وحتى حتأثر على نفسية المستثمرين للقطاعات اللي هي عم بتم إدراجها. ماري سالم، شكرا جزيلا لك على يعني وضعنا في صورة هذه الاتجاهات بين سوقين، سوق نمو السعودي وهذه الانتقالات من الشركات السعودية إلى السوق الرئيسية. شكرا لك.